إلا له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نتفيأ ظلال شهر ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشهر الكريم جدير بنا أن نستغله في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا مثال كما قال له الله عز وجل ليعلم البشر: قل ما كنت بدعا من الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بمعنى أنه ليست الرسالة شيئا جديدا أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم واحد من سلسلة مترابطة الحلقات ممن اختارهم الله عز وجل لإرشاد البشرية بإذنه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لذلك جدير بنا أن نتحدث عن حقوق هؤلاء الأنبياء. الناس استطاعوا أن يصنعوا وأن يحددوا يوما يتحدثون فيه عن المرأة، ويوما عن الشيخوخة، ويوما عن الطفل، ويوما حتى عن الشجرة، ويوما عن الحيوانات ربما بأصنافها، لكنهم عجزوا عن أن يحددوا يوما يعلنون فيهم احترام أنبياء الله ورسله، بل عجزت البشرية عن أن تشرع قانونا في العالم من أجل أن يحترم هؤلاء الأنبياء، هؤلاء العظماء الذين يختارهم الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فيختارهم الله سبحانه ثم يبعثهم إلى الخلق، فإذا بهم لا يسلمون من أذى المؤذين ومن تسلط هؤلاء الذين لا يرعون للعظماء حرمة ولا ذمة. لذلك وجب بيان حقوق هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس لأحد الحق في أن يحدد العلاقة التي يجب أن تكون بين البشر وبين هؤلاء الأنبياء، إنما الله عز وجل هو الذي حدد وظيفتهم، وهو الذي حدد الاحترام اللائق بهم، عندما قال الله عز وجل في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أي تسبحوا الله تعالى بكرة وأصيلا. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
فالله عز وجل حدد وظيفة هؤلاء الأنبياء، وحدد العلاقة الرابطة بين البشر وبين هؤلاء الأنبياء في نداء في سورة النساء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال البعيد والتيه الحقيقي هو عندما تبتعد البشرية عن أنوار هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أمر الله عز وجل الذين آمنوا خاصة، أما الذين كفروا هؤلاء لا كلام معهم، هؤلاء ينبغي أن يصطلحوا أولا مع الله، وأن يؤمنوا أولا مع الله، وأن يؤمنوا برسول الله عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخاطبون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما معنى أن يناديك بالإيمان ثم يدعوك إلى الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا كانوا مؤمنين فلماذا يطالبون بالإيمان؟ يطالبون بتحقيق الإيمان، أي أنتم تدخلون في زمرة المؤمنين. عندما يسأل الناس اليوم في الإحصاءات كم عدد المسلمين، يقولون 1.5 مليار من الناس، فتسمع العدد الضخم الهائل فتتصور أنه شيء كبير، لكن كم من هؤلاء المسلمين حققوا معنى الإيمان الحقيقي؟ كم منهم يحترمون الأنبياء والرسل؟ كم منهم يحفظون الحرمة ويرعون المكانة اللائقة بهؤلاء الأنبياء وبالكتب التي نزلت من عند الله؟ كم منهم؟ كم من هؤلاء المؤمنين؟ لذلك يطالبهم مع أنهم مؤمنون، يطالبهم بالإيمان مرة ثانية من أجل أن يتحققوا. والقرآن في مرة أخرى طرح السؤال فقال: فهل أنتم مسلمون؟ في سورة الأنبياء. لذلك فالقرآن هنا يطالب الناس بأن يؤمنوا حقا، آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي أنزل على رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب السماوية السابقة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم يحدد لنا وظيفة هؤلاء الأنبياء ووظيفة هؤلاء الرسل والتي ينازعون اليوم فيها. يجتمع الناس في القنوات الإعلامية فينازعون الأنبياء حقوقهم التي حددها من أرسلهم وهو الله عز وجل. فيتحدث لك أناس: كيف تريدون بنا أن نعود إلى تشريعات وقعت قبل 14 قرنا؟ نعم، نحن نريد أن نعود إلى تشريعات إنسانية، إلى تشريعات كلها رحمة وعدل وإنصاف قبل 14 قرنا. أما المعادون للشريعة، المعاندون لدين الإسلام، فإنهم يريدون العودة بنا ليس 14 قرنا، وإنما يريدون العودة بنا إلى ما قبل معرفة الإنسان لوسائل الحضارة ولهذه الأشياء. لذلك من الرجعي الحقيقي؟ من الذي يريد أن يعود بالناس إلى الخلف؟ إن الذي يريد أن يعود بالناس إلى الخلف هو الذي يريد لهم أن يعيشوا كالحيوانات، هو الذي يريد لهم أن يعيشوا دون ضوابط ودون قوانين تحكمهم، وإنما يعيشون كالدواب الهوامل، يفعلون ما يشاءون ولا حسيب ولا رقيب. لذلك الله عز وجل حدد وظيفة الأنبياء وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذا لم تكن تؤمن بآيات الله فدع عنك هذا القرآن، دع عنك هذا الإسلام. لماذا تفرض نفسك على هذا الإسلام وتفرض على هذا الإسلام أن يتحملك؟ لماذا؟ لذلك قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: يؤمنون بآيات الله ورحمتي، اقرأوا الآية جيدا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. لاحظوا لم يقل الذين يصدقون فقط باللسان ولا الذين يشهدون فقط بالكلام، وإنما قال الذين يتبعون، ولم يقل حتى يتبعون، لأن العربية فيها فرق بين من يتبع ومن يتبع. يتبع إنسان يتبع، قد يتبع وهو لا يوقن وهو غير مؤمن بما يتبع فيه، أناس محمولون في أحزاب وفي حركات وفي جماعات وحتى غير مصدقين ولا مؤمنين ولكنهم يتبعون، لكن القرآن يقول لك يتبعون. والاتباع بمعنى أن توقن وأن تقتنع وأن تخضع لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لماذا وصفه بالأمي هنا؟ لماذا يحرص القرآن الكريم على أن يصف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالذات وفي آيات أخرى، لماذا يحرص على وصفه بالأمي؟ يريد أن يقول للناس إن هذه التشريعات التي جاءكم بها محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها من عند نفسه، فلا تلوموه في شيء، فإنما هو مبلغ عن الله، فإياكم أن تنسبوا إليه أنه هو الذي جاء بشريعة فيها عقوبة كذا وكذا أو فيها تحريم الخمرة أو تحريم الزنا أو غير ذلك، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وإلا فهو لم تكن لديه قبل النبوة مؤهلات معرفية ليأتيكم بهذا الكتاب، وقد جاء في آية أخرى في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم، بل هو آيات بينات، أي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وهذه معجزته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يكتب أو يقرأ كما قال الله عز وجل إذن لارتاب المبطلون، سيرتاب الناس ويشكون ويقولون ومن قال لنا إن محمدا كتب هذا الكتاب من تلقاء نفسه، لكن الله عز وجل اختاره أميا حتى لا يترك للناس مجالا في أن يشكوا بأن هذه الشريعة أو هذا الكتاب من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رسول من عند الله. ما وظيفة هذا الرسول يا رب؟ ما مهمته؟ ما الذي جاء به؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي حتى اليهود والنصارى يعرفونه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما عمله وبماذا يأمر وعما ينهى؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بالله عليكم، هل وجدتم شيئا في الشريعة الصحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما نقله عن الله عز وجل أو ما تفوه به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل وجدتم فيه شيئا يتصادم مع المعروف؟ لكن المعروف لدى النفوس السليمة، لدى القلوب النظيفة، أما المتسخون، أما الذين يريدون أن يعيشوا البهيمية، الذين يريدون أن يعيش الإنسان المادية البحتة التي كانوا يتحدثون عنها، هؤلاء لا، إنما الفطرة السليمة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، هذه وظيفته، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل ما أحله محمد صلى الله عليه وسلم فهو طيب، وكل ما حرمه محمد صلى الله عليه وسلم سواء من خلال القرآن أو من خلال السنة الصحيحة فهو خبيث، لا يحل الله إلا طيبا ولا يحرم الله إلا خبيثا، فإياك أن تتصور الطيب فيما حرم الله، وإياك أن تتصور الخبث فيما أحل الله، إياك إياك إياك. لذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. جاء محمد صلى الله عليه وسلم
من أجل أن يضع عنا الأثقال، من أجل أن يخفف عنا. اقرأوا مظاهر التيسير في القرآن الكريم، اقرأوا مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية. علماء مقارنة الأديان يقومون بهذا العمل، ويعرفون كيف تقوم الشريعة اليهودية فيها نوع من التشديدات، شدد الله تعالى فيها على بني إسرائيل عقوبة لهم، كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء ليخفف هذه التشديدات. كانت التوبة بأن يقتل الواحد نفسه، اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، في سورة البقرة. لكن نحن والحمد لله التوبة عندنا لا تقتضي إلا أن تركع ركعتين إذا شئت، وأن تستغفر ربك فيغفر لك، وهكذا في أشياء كثيرة جدا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه، لاحظوا الاتباع ضروري. لا تقل لي إنك تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت ترفض أن تخضع لأوامره، لا تقل لي هذا، لن أصدقك أبدا، لأن الإيمان الحق هو الذي يكون عن اقتناع وعن اعتناق وعن محبة، وهذه المحبة تصل بالإنسان إلى التفاني في اتباع المحبوب. أما أن تعاند محبوبك وأن تعارضه وأن تحاول فعل ما نهاك عنه وأن تحاول ترك ما أمرك به، فهذه ليست محبة، هذا زور وبهتان. لذلك اشترط الله تعالى شروطا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كلمتهم هنا عند علماء البلاغة يقولون إنها تفيد الحصر، أي لا مفلح سوى هؤلاء، لن يفلح سوى هؤلاء. لذلك السؤال المطروح الآن لأختم به سورة محمد صلى الله عليه وسلم هو: لماذا يعاند بعض الناس فيخالفون هؤلاء الأنبياء؟ هذا سؤال من زمان والناس يستغربون، كيف يتبجح أناس بخلاف ما تؤمن به الأمة في عمومها؟ هذا سؤال كان يؤرق الكثيرين. ما سر الدفاع المستميت من طرف أناس يعادون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم الجواب فاقرأوا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، لاحظوا حتى الصورة كما يقول بعض المفسرين صورة بشعة، إنسان يرتد، إنسان يتراجع إلى الوراء لينقلب وليذهب كما يذهب الناس، لكن لا، هذا إنسان يرتد على أعقابه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا هو الخطير، من بعد ما تبين لهم الهدى. إنسان لم يتبين له شيء يسب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسمع إلا البشائع، الأمور البشعة عن الإسلام ظلما وعدوانا. هذا لو أنه سب الإسلام ربما يعذر لأنه لم يسمع شيئا إيجابيا عن الإسلام، لكن المصيبة عندما تجد الإنسان يقول إن لدي مكتبة فيها المئات من الكتب الإسلامية وقد قرأت القرآن وقرأت، هذا هو المصيبة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا يا رب؟ تابعوا الآية، ذلك، هنا وجدت الجواب. أنا كنت أطرح هذا التساؤل من زمان، ما سر هذا الدفاع المستميت عن العلمانية؟ ما سر هذا الدفاع المستميت لإزاحة الشريعة من حكم الناس؟ ما السر؟ وفي كل العالم الإسلامي تقريبا، ما سر هؤلاء الذين نبتوا في بيئة المسلمين من خلف البحار؟ هؤلاء يفعلون ما هو ما يرونه واجبا في حق ديانتهم، لكن أن ينبت من بين المسلمين ومن يعيش بين ظهراني المسلمين ومن يعرف شيئا من الشريعة كما قال الله عز وجل من بعد ما تبين له الهدى، فهذا هو السؤال الذي كان يؤرقني، فوجدت الجواب في كلام ربي عز وجل، وهو في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذا هو الجواب.
ذلك أي السبب بأنهم قالوا، أي هنالك كلام، هنالك أسرار، هنالك لقاءات، هنالك وعود، وتتوجها بعد ذلك جوائز، يعطون جوائز من وراء البحار لأنكم فعلتم وفعلتم وصددتم الناس عن سبيل الله ودفعتم الناس عن الشريعة والدين وكرهتم الناس في دينهم وفي نبيهم وفي قرآنهم. هذا هو السر، هذا هو، والله تعالى سماه سرا، نعم سماه سرا. وكثير من الناس غافلون عن هذه الأسرار. اقرأوا سورة محمد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم، نحن سنخدمكم، نحن سنقدم لكم هذه الخدمة، جئتم بجيوشكم واحتللتم بلدان المسلمين ثم بعد ذلك رحلكم المسلمون وطردوكم من أرضهم لأن مشروعكم يخالف مشروعهم ولأن ثقافتكم تخالف دينهم، فنحن سنقوم لكم بهذا العمل. عجيب أمر هذه الآية القرآنية، تأملوا فيها جيدا أيها الإخوة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، أي من غير المسلمين، للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. في قراءة عاصم والله يعلم إسرارهم، هنالك إسرار، هنالك لقاءات خفية لا يراها أحد، هنالك مؤتمرات وندوات تعقد، قد يكون بعضها في العلن كما في مؤتمر بيكين ومؤتمر كولورادو ومؤتمرات أخرى قديمة وحديثة، ولكن اللقاءات السرية أكبر. هذا بتعبير القرآن الكريم، والله يعلم أسرارهم، أسرار كثيرة وليس سرا واحدا، وهذه من فوائد القراءات القرآنية. وفي القراءة الأخرى والله يعلم إسرارهم، مصدر، أي يعلم الله تعالى ذلك الإسرار الذي يكون فيما بينهم. وأحيانا الله تعالى إلى أن قالت إحداهم على التلفزيون ولعلها أفلتت لها، قالت نحن مطالبون بتقارير نرفعها، نعم قالت هذا الكلام في الأسبوع الماضي، نحن مطالبون بتقارير نرفعها حول ما وصلت إليه هذه القضايا التي نناقشها. نعم الله عز وجل حدثنا قبل أن تقول هذه المرأة هذا الكلام عن أن هنالك أسرارا وعن أن هنالك وعدا بالطاعة في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. ألا يتذكر هؤلاء أنهم سيموتون يوما ويقولون إنهم مسلمون؟ طيب أنتم مسلمون، لكن إذا كنت مسلما كيف تخون أمتك؟ أليست هذه خيانة؟ كيف تكذب على أمتك؟ كيف تزين لها المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ كيف تصور لها أن الخير في اتباع الرذيلة؟ وكيف تصور لها أن شريعتها التي جاءت لحماية الأمة هي الشر كله؟ كيف تصور هذا الأمر؟ ألا تخاف يوم لقاء الله؟ لذلك الله عز وجل يطرح لهم هذه الآية لعلهم يتعظون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك مرة أخرى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي آية أخرى ذلك بأنهم اتبعوا، هم أيضا يتبعون، نحن متبعون ومتمسكون بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو الله التوفيق لذلك، لكنهم أيضا يتبعون، صحيح بتعبير القرآن الكريم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، كيف تتبع ما يسخط الله؟ من أنت أيها العبد، أيها الإنسان، من أنت حتى تتبع ما يسخط الله وتترك ما يرضي الله؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما يغضب الله وما يسخط الله وما يكرهه الله وللأسف، وتركوا رضوان الله عز وجل فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين كفروا أن لن يخرج الله أضغانهم؟ كيف يظن هؤلاء أنهم لا يعرفون؟ أو يظنون أنهم سيتخفون عندما يعلنون الإسلام ويبطنون معاداة الشريعة؟ هل يتصورون أنهم سيختفون عن هذه الأمة؟ لاحظوا كم جميل جدا أمر هذه الصورة. لولا صورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم
لانخدع الناس كثيرا. لذلك الله تعالى يقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أضغان، إذا نحن نتحدث عن أحقاد، عن كراهية. وفعلا عندما ترى هؤلاء يعبرون تشعر بأن لديهم أضغانا وأحقادا غريبة جدا عن هذه الشريعة. لماذا كل هذا الكره؟ لماذا كل هذه البغضاء لهذه الشريعة الإسلامية؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم. أي لو شئت يا محمد لفضحنا هؤلاء. وكان يعرفهم صلى الله عليه وسلم، كان يعرف عبد الله بن أبي بن سلول، من لا يعرفه؟ من لا يعرفه؟ كان يحضر في الصف الأول مع المسلمين أحيانا، ولكنه كان يضمر الحقد والكراهية لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال مرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمى محمد صلى الله عليه وسلم الأذل، وهو بالنسبة لنفسه الأعز. وبعض الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن سياسته تميل إلى الاغتيالات ولا إلى القتل ولا إلى العنف، لا، قال: دعوه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لا لا أقتله، هو يعرف أنه منافق، والجميع عرف معاداته للشريعة ومحادته لأحكام الله، ولكن مع ذلك قال لهم: دعوه، لن يضركم في شيء، لن يضركم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي لست غبيا حتى ينطلي عليك أمر جميع الناس، لتعرفنهم في لحن القول، أي من خلال الكلام، من خلال فلتات اللسان، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما أخفى إنسان شيئا إلا ظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. وكما قال زهير أيضا: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم. لابد من هذه الاختبارات. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم يختم الله تعالى هذا بأن هؤلاء المعاندين للشريعة لا تظنوا أيها الإخوة أنهم سينجحون، لن ينجحوا أبدا، لن ينجحوا أبدا، لأن هذه الأمة متمسكة بدينها، متمسكة بشريعتها منذ عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى يوم الناس هذا، إلى يوم القيامة هؤلاء المعاندون للشريعة كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، لن يضروا الله شيئا. اقرأوا الآية بعدها مباشرة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. مشاقة الرسول كما قال الإمام الشعراوي عليه رحمة الله: مشاقة الرسول كأنك تجعل نفسك في شق والرسول في شق. هذا تفسير الشعراوي عليه رحمة الله. المشاقة كأنك تجعل نفسك في خندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خندق آخر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا وعد من الله، فاللهم أحبط أعمالهم، اللهم أحبط أعمال المبطلين، اللهم أحبط أعمال معادي شريعتك، اللهم أحبط أعمال كل من يريد بالشريعة شرا وكل من يريد بالإسلام والمسلمين سوءا. نسألك اللهم أن تحبط عمله برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا أيها الإخوة، واستغفر الله لي ولكم، فادعوا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، يقول الله تعالى في ختام هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يأمر الله تعالى المؤمنين بأن لا يلتفتوا إلى كيد هؤلاء الكائدين، وبأن يشتغلوا وبأن يعملوا
وبأن يتمسكوا بدينهم، خاصة وأن الله تعالى قد تكفل بكل من يعادي شريعته، لأن الشريعة شريعة الله، والقرآن قرآن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولذلك قد تكفل الله عز وجل بكل ذلك عندما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قبل الختم أيها الإخوة، لا بد من كلمة موجزة حول المؤتمر الذي يعقد في بلدنا هذا، حول بيت المقدس وفلسطين في مراكش. هذا المؤتمر الذي تجتمع فيه لجنة القدس من أجل مدارسة قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك، والتي هي القضية الأولى في الحقيقة للعالم الإسلامي كله، قضية كل المسلمين، أن يجتمع الناس من أجل أن يتداولوا فيما ينبغي أن يفعلوه لتحرير المسجد الأقصى وقضية فلسطين. الصهاينة استغلوا فرصة انشغال المسلمين بهذه الفتن الطاحنة التي صار المسلمون يقتل فيها بعضهم بعضا، ويسجن بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، شغلوا المسلمين بذلك، وانشغلوهم ببناء المستوطنات وبتهويد القدس وبفعل ما يفعلونه مع المسلمين الفلسطينيين من كل الإهانات ومن ما يقع في الخليل، ما شاهدتموه في الأخبار اليوم في مدينة الخليل، يتدربون في بيوت المسلمين كيف يحاربون المسلمين، يقولون هذه حملة من أجل التدريب على انتفاضة قد تكون جديدة، فيقتحمون البيوت على الناس في منتصف الليل، يروعون الناس ويفعلون بهم ما يفعلون، لكنهم ميكيافيليون كما يقال، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، الغاية عندهم أن يدربوا جنودهم على قتل المسلمين، فليكن التدريب أيضا بترويع الآمنين في منتصف الليل. لذلك عندما تجتمع لجنة القدس فنحن لا يمكننا ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى التوفيق لهؤلاء المجتمعين في أن يختاروا الاختيارات الصحيحة، في أن لا يضيعوا مزيدا من الأوقات بعد أن قضى الناس أكثر من 50 سنة من احتلال بيت المقدس. من سنة 1967 احتلت بيت المقدس والناس ينتظرون، وانطلقت المفاوضات واللقاءات والفنادق، وهؤلاء يلتقون من هنا ويتفاوضون من هنا، لكن النتيجة تصير من سيء إلى أسوأ. الأمة محتاجة إلى كلمة قوية، الأمة محتاجة إلى قرارات حقيقية من أجل أن يعرف هؤلاء الصهاينة أن الأمر جد، وأن الأمر ليس هزلا، وأن الأمر ليس لعبا، وأن هؤلاء المسلمين فعلا إذا نووا أن يحرروا المسجد الأقصى المبارك فإنهم يستطيعون، وإذا كانت لديهم نية صادقة وعزيمة صادقة فهنالك أعمال كثيرة يمكن أن تفعل من أجل أن يحرر هذا المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله تعالى أن يحيينا إلى أن نصلي فيه صلاة، ولكن بعد التحرير. انتبهوا أيها الإخوة، لأنه أشيع عند الناس أن البعض يقوم برحلات إلى بيت المقدس من أجل زيارتها. كثير من علماء المسلمين ومنهم مفتي القدس نفسه ومفتي المسجد الأقصى يحرم زيارة المسجد الأقصى المبارك ما دام تحت حوزة الصهاينة، لأن هنالك بعض الوكالات تنظم رحلات إلى بيت المقدس بتأشيرة صهيونية أو غير ذلك. لذلك لابد من التنبيه على هذا الأمر. بيت المقدس نعم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليه، لكن وهو في ظل الاحتلال لا، ينبغي أن يحرر أولا، وأن تدعو الأمة جمعاء وأن تجتهد من أجل تحريره، ثم بعد ذلك يمكن لمن أراد زيارته أن يفعل، بل إنه من المندوبات والفضائل التي يثاب المسلم عليها. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك يا رب العالمين، اللهم أحنا حتى نرى عودة المسجد الأقصى وعودة فلسطين وكل البلاد المحتلة وسبتة ومليليا وغيرهما إلى حوزة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين في كل البلاد والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخوتنا في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، وأرنا عجائب قدرتك في كل الظالمين يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا
منا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في قرآننا، واحفظنا في شريعتنا، واحفظنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، يزورنا اليوم أيضا إخوة لنا يبنون مسجدا لهم يسمى مسجد المحسنين بدرب الرحمون بلازاري. هؤلاء يزوروننا من أجل أن نساعدهم على بناء مسجدهم حتى يفرحوا به، وقد زارونا مرة سابقة واستبشروا خيرا بما أعنتموهم به، فنسأل الله تعالى أن يوفقكم لمعونتهم أيضا هذا الأسبوع من أجل أن تساهموا معهم في تشييد هذا البيت المبارك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، ألي الحق حقا وارزقه اتباعه، وألي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.